السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كيف الحال؟ النهارده هنشوف بفضل الله تعالى موقع متخصص في عملية التدريب، ازاي نصمم لحضراتكم موقع متخصص في عملية التدريب، سواء كنت حضرتك حد صاحب خبرة بيدرب الناس عليها وبيستفيد من خلال تدريبه للآخرين على خبراته، سواء كان خبرات في المجال الصحي أو المالي أو الفني أو الهندسي، أيا كان الخبرة أو الإداري. ايا كان الخبره دي وتدريب الناس عليها والاستفاده من هذه الخبره، او ان كان مؤسسه التدريب. ده الموقع بشكل سريع هنتصفحه، وطبعا فيه العديد من الخدمات والمميزات، ومن اهمها ان هو بيتربط بحساب زوم الخاص بحضراتكم بحيث تقديم خدمه التدريب اونلاين. هنا طبعا بيستعرض مجموعه من الدورات، ايه الدورات مثلا المتاحه دلوقتي. مثلا لو دخلنا على الدوره دي متاحه، المركز هنا عاملها للاطباء، طبعا الموقع ده من تصميمنا. بيبدأ يعرض الأمر، طبعا الموقع متاح باللغة العربية والإنجليزية، يعني تصفحه متاح باللغة العربية والإنجليزية. بيقول بقى والله دي الدواء، وممكن الشخص يحجزها دلوقتي، الدواء دي مثلا ب 350 ريال، وممكن يحجزها دلوقتي، وهنشوف إن هو بيحجزها ويحدد طريقة الدفع إيه، نقدا أو كاش أو بشيك أو تحويل بنكي. فهنا مثلا الدواء دي قد إيه، يومين، الدواء دي متاحة باللغة الإنجليزية والعربية، اللوكيشن بتاعها عمان، في اشتراطات سابقة ليها؟ لأ، لأن في بعض الدورات بيكون لازم الشخص أخد دورة، مثلا المستوى الثاني مثلا في دورة كذا، لازم كل واحد أخد المستوى الأول، في الحالة دي بيكون في نعم في اشتراطات، ولازم الشخص يكون أخد الاشتراط ده من الموقع بتاعكم أيضا. طيب الكباستي أو الطاقة الاستيعابية بتاعت الدورة قد إيه؟ 50 فرد، وبتبدأ إمتى؟ مثلا دي بتبدأ 23/12/2020. وفي سيرتيفيكيت، في شهاده او لا، طبعا دي خصائص بتحكموا فيها وانتوا بتحطوا الدواء، وبيكون هنا صوره عن الدواء وتفاصيل بقى الدواء اللي هتكون ايه. زائد هنا ايضا بيكون في المحتوى التعليم الخاص بالدواء ده، ده أنا هو في ظاهر كده قدامي عشان انا مسجل الدخول هنا كادمن، تمام، او اي حد ليه عضويه على الموقع، عملت له عضويه على الموقع، بيقدر يشوف المحتوى، تمام، وممكن المحتوى ده يكون اكتر من سطر حلقات وحاجات زي كده. لكن الشخص لو مش مسجل دخول على الموقع بيظهر له المحتوى ده وقدامه علامة الغلق، قفل كده ان هو مغلق ولا يستطيع تصفحه. لو انا جيت اشوف هنا مثلا، انا مثلا حبيت احجز الدواء دي، فبيقول لي والله طبعا انا كوني طبعا مسجل الدخول، فبيقول لي الدواء دي انت تدفع بايه، بيبال ولا كاش ولا شيك، ولا هتدفع بنك تحويل بنكي. وطبعا بيقول لي الدواء هنا سعره 350 ريال، واسم الدواء اللي انا هحجزها او اخدها، تمام. لو انا دلوقتي بدات دي الدواء، فبيقول لي هنا بنك مسقط، بيظهر حساب المؤسسه على بنك مسقط، وبيقول لي يعني ايه ان خطوه عمليه الدفع. طبعا احنا زي ما قلنا الموقع فيه كتير جدا من الخدمات التدريبيه، الخدمات المهمه جدا لأي مؤسسة تشتغل في مجال التدريب أو شخص يشتغل في مجال التدريب، وممكن نعرضها تباعا في فيديوهات بعد كده مستقلة. خلص، شكرا للاحترام والتقدير.